النهارده هتبقى بيقدر من يعمل على فتح حسابات جديده او عاوز يعمل معامله جديده سواء في مجال التامين او التمويل او الاستثمار، بيقدر ان هو يتحقق من هويه هذا الشخص من خلال ان رقم التليفون هو فعلا مرتبط بهذه الهويه، بحيث ان احنا بنقلل من كافه عمليات المخاطر المرتبطه بالتعرف على العميل الالكتروني. فدي خدمه بتخدم كافه القطاعات وليست فقط قطاع التامين بحد ذاته. الفعاليه الثانيه او اللي ما بنشهده اليوم اضافه للاتفاق ما بين الوزاره والجهاز والهيئه هو اتفاق بنشهده تفعيلا لثلاث قرارات او ثلاثه قرارات صدرت عن الهيئه العامه للرقابه الماليه لتمكين شركات التامين من الترويج لمنتجاتها التامينيه وعرض منتجاتها التامينيه من خلال افرع شركات الاتصالات. دكتور محمد، بالنسبه لسوق المشتقات الماليه وصناديق التحوط، امتى بتتوقع تفعيل هذه المنتجات؟ يعني احنا في صناديق التحوط لازلنا في انتظار التعديلات في اللائحه التنفيذيه، هي لسه لم تصدر من عند دوله رئيس مجلس الوزراء. بالنسبه للمشتقات الماليه اعتقد ده سؤال يسال على اللي هينفذه، احنا بالنسبه لنا خلصنا الاطار التنظيمي، فاضل الناس بقى انها تفعل سواء من قبل البورصة المصرية أو شركة التسويات الخاصة به اللي هتعمل يعني على عملية التسوية، لكن يعني بنأمل في القريب إن هو يعني ينتهي. ما أقدرش أقول لحضرتك تاريخ يعني، لأن ده مش هيبقى مرتبط بالهيئة العامة للرقابة المالية ومرتبط بالجهات الأخرى، فهي اللي تقدر تحدد التوقيت الأنسب اللي هيبقوا خلصوا فيه الأنظمة الإلكترونية المطلوبة وتدريب العاملين والموظفين بهذه الجهات.